بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير. إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. حبيبنا، اليوم موضوعنا عن كسل الأمعاء، أعراضها، أسبابها، الوقاية والعلاج الطبيعي وتنشيط عملها. ما هو كسل الأمعاء؟ هو عدم قدرة الأمعاء على امتصاص الطعام المهضوم، وبذلك يشعر المريض بعسر الهضم والثقل في البطن والإمساك وأحيانا الإسهال، ويصاب المريض بأعراض كثيرة، ولكن اتباع نظام غذائي سليم وصحي يخلصك من كسل الأمعاء ويعيد الأمعاء إلى طبيعتها وصحتها إذا ما تخلصنا من الأسباب وتابعنا العلاج السليم والغذاء الصحي. فما هي أعراض كسل الأمعاء؟ من الأعراض الشائعة هي الشعور بالغازات والانتفاخ في البطن، الشعور بالثقل في المعدة ولو كانت الوجبة قليلة، الإصابة بالإسهال أو الإمساك الدائمين أو تبادل الاثنين على فترات، أيضا عسر الهضم والشعور بحرقان عند التبرز، وأحيانا يصل الحرقان إلى البول، وقد يتطور الأمر إلى خلل في البروستاتا، ونادرا ما يصل الأمر إلى التأثير على الكبد والقلب والإصابة بالسكري. أيضا التصرفات العصبية والتوتر، الشحوب وقلة النضارة في الوجه، ظهور الشيب المبكر والتجاعيد في الوجه، أيضا اللامبالاة وضعف التفكير والاتكال على الغير في المواقف الصعبة، أيضا كثرة النوم حتى ولو كان جالسا على مقعد، الكسل والخمول حتى لو احتاج لشربة ماء. وأهم أسباب كسل الأمعاء هو دوام الجلوس وقلة الحركة والمشي والرياضة بأنواعها، تعاطي الأقراص المنومة أو المضادة للاكتئاب، التوتر العصبي، قلة الألياف في الطعام، الإمساك الدائم، وقلة شرب الماء والسوائل، وفقدان السوائل من الجسم بسبب العرق أو التعرق أو القيء أو الإسهال. أما ما يفيد في علاج كسل الأمعاء في الوقاية والعلاج فهو الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف مثل القرنبيط، البروكلي، الكوسة، السبانخ وغيرها من العناصر التي تفيد الجسم، وتناول الحبوب الكاملة مثل القمح أو إضافة نخالة القمح إلى طعامنا، والإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية، والابتعاد عن المحليات الصناعية وخاصة السكر بكافة أشكاله وألوانه، والتوقف عن تناول الملينات، وممارسة رياضة المشي يوميا لتدليك الأمعاء والرياضة الخفيفة، وتناول الفواكه الطازجة وخاصة الخوخ والتين، البلح، التفاح والموز لغناها بالألياف، أيضا الإكثار من تناول زيت الزيتون بإضافته لمختلف أنواع أطباق الطعام، وتجنب الأطعمة الحامضة والمخللات اللي هي الطرشي، وتجنب الشراب والعصير الصناعي والغير طبيعي، أيضا عدم شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث يعمل الكافيين على سحب السوائل من الجهاز الهضمي، وتجنب تناول المخبوزات المحفوظة والمعالجة، أيضا عدم تناول الشيبس والوجبات المفرزة والمثلجات لأنها تتضمن نسبة منخفضة وتكاد تكون معدومة من الألياف، وينصح بتناول وجبات صغيرة ومنتظمة خلال اليوم. ونقدم لكم الآن خلطة مجربة منزلية لعلاج كسل الأمعاء وتنشيط عملها بتحضير شاي عشبي مكون من مقادير متساوية من البردقوش اللي هي المردقوش والميرامية وأكليل الجبل والمليسة والزعتر البري وأزهار البابونج. يغلى ملعقة كبيرة من الخلطة في كوب من الماء المغلي، ويشرب فنجان من الخلطة، وتناولها مرتين في اليوم. حبيبنا، للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا، كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله.
دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.